افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مصنع الصحة الوطني التابع لوزارة الصحة والخاص بإنتاج مواد التعقيم ومحاليل الغسيل الكلوي وأيضا مستلزمات طبية متعددة. أكد السوداني أن افتتاح المصنع الوطني رسالة من الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية ولتغطية حاجات المؤسسات الصحية في عموم البلاد، مضيفا أنه سيوفر جميع المعقمات والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة، فيما يضم المصنع 4 خطوط لإنتاج المعقمات ومحاليل الغسيل الكلوي والمواد النبيذة والعبوات البلاستيكية لتكوين سعة إنتاجية أربعة أضعاف من احتياج وزارة الصحة. المصنع الصحة الوطني التابع لدائرة العيادات الطبية الشعبية بالتأكيد يوفر كل المواد الخاصة بالمستشفيات ابتداء من الاستقبال إلى المناطق اللي هي متخصصة بالردهات والطوارئ إلى صالة العمليات. ينتج مصنع الصحة الوطني التابع لدائرة العيادات الشعبية في وزارة الصحة عدة منتجات، منها المنتجات المواد المعقمة والمطهرة المستخدمة في برامج السيطرة على التلوث في المؤسسات الصحية، وكذلك المحاليل الغسيل الكلى المستخدمة في مراكز غسيل مراكز الديلزة وغسيل الكلى في وزارة الصحة، وأيضا المواد النبيذة ذات الاستخدام الواحد مثل أغطية الأسرة والسيتات الجراحية وغيرها المعقمة وغير المعقمة.